طيب هنروح لزميلنا مينا ماهر في اهلي الشيخ زايد ونشوف انطباع الجمهور على اداء النادي الاهلي بعد المباراه. تحياتي ليك يا كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اداء مشرف واكثر من رائع للنادي الاهلي، يعني شرفونا. مباراه كبيره جدا، النادي الاهلي قدر فيها بايرن ميونخ نتغلب على النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، لكن اداء رجولي، اداء متميز من النادي الاهلي، وده دايما اللي معودنا عليه فريق النادي الاهلي. يمكن عايزين ندخلكم في الكواليس اكتر هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، وعايزين يعني ناخد اراء الاعضاء. يعني في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف منك اكتر، شفت المباراه ازاي وايه رايك في اداء النادي الاهلي؟ النادي الاهلي قدم مستوى كبير جدا، اقوى نادي في افريقيا، لعبنا بايرن ميونخ. طبعا الشوط الاول كان فيه مشاكل، والشوط الثاني قدمنا مباراه قويه جدا، وكنا قريبين من الماتش، لكن الحمد لله، يعني الحمد لله احنا لعبنا اقوى فريق في العالم كله. الفريق ده كان كسبان برشلونه 8-2، احنا اقوى، يعني من اقوى فريق في افريقيا دلوقتي، والحمد لله ان شاء الله ناخد مركز ثالث وناخد ميداليه ان شاء الله. شفت المباراه ازاي وشايف ازاي اداء النادي الاهلي الرجولي اللي شرفنا بيه امام فريق البافاري بايرن ميونخ؟ الحقيقه ده بطولي جدا وشيء مشرف للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. معلش كان الشوط الاولاني فيه شويه اهتزاز، لكن شيء طبيعي، احنا بنلعب يعني قدام بطل العالم، بطل اوروبا، فشيء طبيعي، لكن اداء بطولي. وحابب بس اقول ان هو ده الطموح الحقيقي، هو ده الطموح الحقيقي، ان احنا نلعب في كاس العالم للانديه قدام اقوى فرق العالم ونادي بالاداء البطولي ده، هو ده الطموح وهو ده المنتظر من النادي الاهلي. عايز اعرف منك شايف ازاي اداء النادي الاهلي، يعني بخلاف الشوط الاول، لكن الشوط الثاني قدر ان النادي الاهلي يقدم اداء اكثر من رائع. الحمد لله على كل حال، وبنحيي الجهاز الفني واللعيبه، وطبعا بنحيي مجلس الاداره اللي وفر لنا جميع الامكانيات اننا نكسب افريقيا ونروح كاس عالم، وان شاء الله باذن الله نحقق ميداليه باذن الله. والشوط الثاني كان ممتاز جدا مننا، لولا بس الفوارق الفنيه والبدنيه اثرت على اللعيبه، والحمد لله. وانا حابب اقول كلمتين حب في النادي الاهلي، انا اهلاوي وقلبي حديد ومن محافظه قنا بالتحديد، وكل يوم بحب الاهلي، كل يوم ما بيلعب الاهلي بيبقى يوم عيد، وببقى اكتر واحد في الدنيا سعيد، والاهلي حديد. عايز اعرف تقول ايه للاعبين وتقول ايه للجهاز الفني فريق نادي الاهلي؟ قال لهم كنتوا رجاله وشرفتونا في محفل عالمي، لعبتوا برجوله وكنتوا قد المسؤوليه، وان شاء الله في اللي جاي احسن باذن الله، ونستنى منكم مركز ثالث باذن الله. دي كانت يعني اراء الاعضاء هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، يعني كله فخور بالنادي الاهلي، فخور باللاعبين، اداء اكثر واقوى من المتوقع، النادي الاهلي شرفنا. العوده ليك كابتن ايمن، ليك مره ثانيه في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميل العزيز مينا ماهر.